السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تساقطت الأمطار وتجمعت في المكان الذي تمر عليه سيارات الزبائن وتوقفها، قام العامل بإفراغ المياه من هنا عن طريق هذا السطل إلى المكان الآخر لكي يفسح المجال لمرور سيارات الزبائن وتوقفها. وبعد ساعتين من التعب والجهد اقترح عليه أحد المارين بأن يستخدم المياه لعملية الزر من خلال البم وضخه في خزانات جديدة. شوي بزارة طال عايشيتا بزوي ديسكون من نزارة ذين ما يجي استري علي المطار يجي باركة شوي راكو بايشي زرا هلو هاي خلي انتهي ماي مطار خلي كامل سوي ايه هادي ايه هاي يسوي خزان ايه ياخد ماي مال المطار هاي بام يودي مني خزان ايه بعدين هاي في زراعة زين